أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أكد أن وجود تنافسية بين 4 مرشحين بالانتخابات الرئاسية ساعد على زيادة المشاركة الجماهيرية بالانتخابات. وأضاف البن داري خلال مؤتمر صحفي أن كثافة المشاركة في التصويت غير متوقعة، وهذا يدل على توقع نتائج تاريخية لم تشهدها مصر من قبل. ساعد العمل الهيئة الوطنية للانتخابات في ان هي تعلي نسبة المشاركة وجود مرشحين 4 تنافسوا على منصب رئيس الجمهورية، والتنافس ادى الى حراك في الارض. الاحزاب الممثل لكل منهم مرشح اشتغل عمل كثافة في التصويت وأوجد على الشارع، فعلا لقينا كثافات عالية جدا وإقبال. ده ما جاش من عمل الهيئة فقط، لا ده عمل الهيئة والقائمين على ان هم يفهموا الناس ويحشدوا الناس، فجه من التنافس ووجود الأحزاب. الأحداث الجارية طبعا في المنطقة غزة خلت المواطن المصري التف حوالين بلده، دعم الدولة، دعم الموقف السياسي، فخلى الناس قلقت، فلما قلقت نزلت، نزولها ده واضح في الصندوق.